بداية قدمت إدارة اتحاد العاصمة لاعبها المغربي الجديد رضا هجهوج بعدما أمضى ظهيرة الاثنين عقدا مدته سنتين كاملتين عوضها 18 شهرا مثلما كان متفقا عليها. هذا وأبدى المهاجم المغربي ثقته في تقديم الإضافة اللازمة مؤكدا أن سمعة اتحاد العاصمة جعلته يفضل عرضها على عرض شباب الوزداد الذي يدربه مواطنه الطوسي. بدر الدين حجام كان حاضرا وعاد بالتالي. عندنا واحد اسلوب ما بين فريق اتحاد العاصمه والوداد الرياضي بانهم خاوه كما كنقولوا، وهي اللي خلاتني تجذبني باش نجي لفريق اتحاد العاصمه. وكنشكر حتى الجماهير ديال اتحاد العاصمه اللي لبات لي النداء ورحبت بيا بزاف هنايا في هذا. والوبجيكتيف ديالي هذه السنه ان شاء الله هي الثلاثيه ان شاء الله، الكاس والكاف والبطوله ان شاء الله اللي مر. وحنا كانت عندنا نظره على هذا اللاعب وعارفين باللي كان معار للفريق في الامارات وكان عنده شعبيه كبيره ومؤهلات كبيره، وكان عندي اتصال كذلك مع ناس تقنيين منهم بادو زاكي منهم النيني في المدير الفني للفرق الوطنيه اللي كان ينشط عنده.